قضية العام يعتبر أكتر حاجة العالم كله يتابعها في الوقت الحالي في آخر شهر مثلا هي قضية جوني ديب وامبر هيرد، وناس كتيره جدا بتوع افلام بعتولي يا ابو حميد بص يعني احنا عارفين ان في قضيه وعارفين ان في حوار ومشاكل ما بين جوني ديب وممثله كده بيقولوا عليها بتاعت جون جيرل باين ولا دي مين ولا ايه الكلام، عارفين ان في مشكله. ايه بقى الكلام؟ وجوني ديب بقاله فتره برده ما بيعملش افلام، طب هو في ايه؟ ايه الحوار بتاع القضيه دي؟ القضيه دي وصلت لايه؟ هتنتهي امتى؟ توقعاتك ليها ايه يا ابو حميد؟ كل ده هتكلم عليه في الحلقه دي، بس قبل ما ابتدي الحلقه بقى تعملوا لي ايه بتوع افلام؟ جاب لك الملخص والزتونة كلها، لايكات كتير جدا 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 وشير وسبسكرايب للشانل لو اول مره، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقه اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا وسهلا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى الحوار ده يا جدعان؟ ايه القضيه اللي العالم كله بيتفرج عليها؟ ولو دخلت دلوقتي، مش عارف الحلقه دي هتنزل امتى، غالبا لا بالليل، لو دخلت بكره على الساعه 2 3 كده ودخلت وكتبت جوني ديب وامبر هيرد هتلاقي مليون لايف شانل وجايب لك بث مباشر للقضيه، وهتلاقي فوق ال 500 الف واحد بيتفرجوا لايف على القضية. مبدئيا كده بتوع افلام نبتدي القصة ابتدت منين؟ جوني ديب وامبر هيرد اتعرفوا على بعض امتى؟ اتعرفوا على بعض في الفيلم المشؤوم عليهم هما الاتنين، فيلم اسمه The Rum Diary، نزل سنة 2011، وساعتها كانوا ابتدوا يتعرفوا على بعض ويتوددوا لبعض ويغادي بلاطي وفليرتيشن وايه ده وشكل البت دي حلوة وبتاع، وكان في مشهد دش ما بينهم كده. جوني ديب ساعتها قال لي انا حسيت ان روحي بتتسحب مني، البت دي هي مستقبل وكل الحياة وكل الجمال. وفضلوا بعد الفيلم ده على علاقة سرية، ويعني كل الناس بقى طبعا باباراتسي يفضلوا يصورهم، ايه ده جوني ديب هل هو على علاقة بامبر هيرد برغم ان هو مصاحب دلوقتي؟ ايه ده امبر هيرد بتقول ان هي مصاحبة، بس ازاي هي وجوني ديب بيتصوروا كتير جدا مع بعض الفترة دي وكل الكلام ده؟ لكن بعدها بفترة اعلنوا رسميا ان هم متصاحبين، بعدها اتخطبوا، بعدها اتجوزوا سنة 2015. ومن بعد 2015 طبعا انتوا عارفين الجواز في هوليوود ما بيعمرش كتير، فلما اتطلقوا سنة 2016 الواحد قال عادي يعني جوني ديب اتجوز ممثلة او بنت جامدة من الاخر من الممثلين البوتنشل، اللي بالمناسبة ممكن ناس كتيرة جدا ما تفتكرهاش، بس انا ممكن افتكرها في فيلم كنت بتفرج عليه كتير جدا في فترة الجامعة، كان فيلم اسمه نيفر باك داون، كان نزل سنة 2008، وعمري ما انسى الصراحة بعد ما شفت الفيلم ده انا كنت بقول البت دي خطيرة ساعتها والله العظيم. لكن مع الوقت ومع الاحداث الواحد بقى يعني يشوفها بطريقة مختلفة تماما الصراحة، وهنتكلم طبعا عن كل حاجة. لكن بداية الندالة بقى وقلة الاصل انك انت تعرف ان البني ادم ده حتى لو ايه اللي حصل او حتى ايه اللي بيتم، ان هي اختارت وقت يعني من اسوأ الاوقات على حياة البني ادم ان هي ترفع عليه قضية اتهام بالضرب والعنف عليها في خلال فترة الجواز او في خلال فترة علاقتهم عموما. هتقولي ليه التوقيت ده كان وحش؟ لان هي رفعت القضية بعد مجرد 3 ايام من وفاة والدة الفنان جوني ديب. ففي الفترة دي ابتدت تطلع صور بقى ان هي كانت بتتضرب جامد وقد هي كانت متحملة قرف وضحية العنف وضحية المرأة والمجتمع. وطبعا في الفترة دي طبعا فاكرين ساعتها هاشتاج ميتو قد ايه الموضوع ده وقد ايه الموضوع ده ساعد على عدم العنف للمرأة في خلال الفترة الاخيرة، ودي كانت من اعلى الهاشتاجات الايجابية والفعلا بتثبت لك ان الانترنت ايجابي، اي حد يتعرض لعنف لاغتصاب لتحرش لاي حاجة يطلع ويقول وما يخافش من اي حاجة. وطبعا شفنا الفضايح الكبيرة جدا في هوليوود في الفترة دي، منتجين وممثلين مخضرمين كلهم خلاص العقد بتاعهم انتهى ومن ساعتها ما تلعوش، واللي اتسجن واللي هيفضل في السجن مؤبد، وصدمات كبيرة لدرجة ان دخل فيها بالكازبي ده اللي هو عم فؤاد بتاعهم، حاجه زي الفنان عبد المنعم مدبولي او عم فؤاد، حاجه الاطفال بتحبها جدا تلعب يتحرش بالاطفال، حاجه كده مأساويات الواحد شافها في الفتره دي. فطبعا لما حصل ده مع الترند ده في الوقت ده طبعا ايه اللي حصل؟ حتى انت يا جوني ديب يا زباله، ده انتوا طلعتوا كلكم زباله، يلا يا اخي ده انت واحد ما تستاهلش انك انت تمثل، وهنقطع لك اكل عيشك وهتبطل افلامك وكل الكلام ده. طبعا قد كان فيما
بعد، بس نعرف بس القضية خلصت على ايه ما بينها وما بينه في الفترة دي. ان هي كسبت القضية واتفقوا ان هو هيدفع 7 مليون دولار، وطبعا بقى خلاص امبر هيرد بقت نجمة من بعديها اكتر ما هي كانت معروفة ساعتها، وابتدت تطلع في الفضائيات على CBC سفرة وعلى CBC اكسترا وعلى MBC مصر، وتطلع بقى في كل القنوات طبعا، انا قصدي بتوع بره يعني الكلام ده، وتطلع وتقول انا الحمد لله انا اهم حاجة صورة المرأة يطلع، هو اهم حاجة المجتمع. وهي ناس كتير جدا شايفينها لا انت يا بنت داخله كده في الموضوع وتوكس، مع انك اتضربتي بس فيكي حاجة مش كده. وفي نفس اللقاءات وفي الفترة دي طلعت برضو قامت قايلة ايه، انا الـ7 مليون دولار دي هتبرع بيها للجمعيات الخيرية، انا مش محتاج، يعني اللي هو تثبت ليه انا مش محتاج فلوس، انا رفعت القضية دي عشان المرأة وحقي وان الفلوس دي تروح وتيجي ما يفرقش معايا. ماشي ما علينا. فاستمرارا بقى للقاءات بتاعتها والحاجات اللي هي بتعملها، جوني ديب طبعا اتقطع اكل عيشه زي ما اتقال في ساعتها، واتلغت سلسله اجزاء بايرتس اوف ذا كاريبيان اللي هو يعتبر واحد من انجح واشهر اعماله واشهر اعمال وسلسله الافلام، لانها جابت فلوس كبيره جدا واعلى بادجت في تاريخ هوليوود وكل الكلام ده. وطبعا شخصيه كابتن جاك سبارو واحده من اشهر الشخصيات في تاريخ السينما عموما، فتخيل انت واحد من اشهر الشخصيات اللي عملها جوني ديب، لا شكرا انت اكس كبير. نفس الكلام على فيلم فانتاستيك بيست اللي استبدلوه بالممثل الجامد جدا الصراحة مادز ميكلسن. وساعتها الواحد اللي كان بيحب، يعني واحد انا واحد من الناس بحب افلام جوني داب جدا وبحب جوني داب جدا الصراحة، ساعتها كنت بفكر اللي هو خلاص كده يا جماعة جوني داب انتهى تماما كده، والبت دي كده انا مش مطمن لها، عارفة لو انا مصدقك كنت هقول عليه اكس طبعا، لان الواحد ضد العنف عموما ده اكيد، لكن انا مش مطمن لك يا بنت. والحمد لله عملت حوار في مجلة ذا سان على ما اعتقد، وابتدت تتكلم بس مش بجوني ديب، ما قالتش جوني عمل فيها كده، بس اللي هو ايه انا كنت في علاقة واتضربت جامد واتقتلت وقتلني وذبحني وكل الكلام ده. فبقى جوني ديب قال لك لا انا هرفع قضية تشويه سمعة وعايز تعويض 50 مليون دولار. قامت امبر هيرد قالت والله العظيم طيب انا لا انا هرفع عليك قضية انت كمان وعايز تعويض 100 مليون دولار. فاكرين البت اللي هي ما كانتش عايزة الفلوس خالص؟ فاكر انت في الاول، فاكر انت فاكرين. وقد كان بدأت قضية العام، قضية 2022 ده بدون نقاش، دي اشهر قضية وهتبقى من اشهر القواضي في تاريخ عالم هوليوود او عالم الفن عموما، لان يعتبر كانت قضية القرن سنة 1994، كانت او جي سيمسون لو تفتكر طبعا عملت حلقتين عن المسلسل وعن ان المسلسل ده كان واحد من اكتر المسلسلات اللي انا حبيتها في حياتي. سنة 1994 كان في قضية برضو لأشهر نجم أمريكان فوتبول في أمريكا ساعتها، وبعديها بقى نجم أفلام وكوميرشلز وكل الكلام ده والناس كلها كانت بتحبه، كان قضية قتل او جي سيمسون، كانت كل الناس بتتفرج على القضية كل يوم وبتفضل تتابعها زي دلوقتي كده، بس كانت على مدى أكبر بكتير كمان، خاصة إن ما كانش فيه إنترنت ولا كان فيه يوتيوب ولا كان فيه كل الكلام ده. فدلوقتي القضية اللي بيحصل فيها، أجيب لك ملخص القضية، أجيب لك ملخص اللي حصل في الشهر ده كله بكلمة واحدة، أمبر هيرد اتحط عليها جامد جدا. لا يوجد شيء واحد من آخر الشهر ده كله ما يثبتش غير إن هي كدابة كبيرة جدا. والحاجات المهمة جدا اللي أنا أقدر أطلعها لك دلوقتي اللي أثبتت أو أكبر حاجات طلعت أو أهم الحاجات طلعت في آخر شهر في القضية هقولها لك. مبدئيا التسجيلات الكتيرة جدا طلعت لأمبر هيرد، وخاصة أهم تسجيل اللي يثبت ان هي كدابة، ان هي لما قالت له يا جوني اطلع كده قول للناس واطلع قول للمجتمع انك انت رجل ابيض وانك انت تعرضت العنف وانك انت بتتضرب، قول لي مين هيصدقك. دي بيت بقى يهمها قضية المرأة والمجتمع والجو ده، قولولي. وبداية اول ما طلعت في المحكمة كل الناس فضلت تسفع، مش كل الناس في مصر، كل الناس في العالم، كل الناس في كوكب الارض اللي شافوا ومتابعين في السوشيال ميديا شافوا كمية السف على الاداء التمثيلي الوحش بتاعها جدا. ده كان بيضربني ولا بربور يطلع اللي هو لا ده ادم قوي الجو ده حضرتك يعني. My dog stepped on a bee. ومن بعد الاداء التمثيلي الهابط ده طلعت بعدها تسريبات تانية تؤكد ان هي في فتره وهي متجوزه جوني ديب كانت بتخونه مع ايلون ماسك
والفنان جيمس فرانكو. وفي تسريبات اخرى بتؤكد ان امبر هيرد ان هي كانت على علاقة ثلاثية مع ايلون ماسك وواحدة تانية في بيت جوني دب وهو مش موجود. يا شريفة يا عفيفة يا جميلة اخص عليك بيت. وبعديها طبعا طلع دليل بتاع حوار اللي هو لما طلعت المحامية بتاعت امبر هيرد وطلعت قالت ان هي الفترة اللي هي كانت بتطلع بعد ما كانت بتتضرب وبتلاقوا ان في الصور ان هي شها عادي ومفهوش اي اثار للضرب، هي كانت من فترة 2014 ل 2016 طلعت علبة مكياج كده وقالت علبة المكياج دي كانت بتعمل الفتيات اللي بيتعرضوا للضرب، وعلبة المكياج والشركة المنتجة كان بتعملها مخصوص عشان ما يبانش اثار الضرب على وشوشهم. لكن طلعت بعديها الشركه، يعني احنا مش في عصر قبل الانترنت يعني كله شايف المحاكمه، الشركه طلعت قالت ان المنتج ده طلع سنه 2017. ماشي اوكي، منظرك هيبقى اوحش من كده. ايه طلعوا برضو صور اللي كثير جدا عماله تقول ان هو كان كسر مناخيري، كسر مناخيرها، وبعديها بيوم جابوا الصورة بالديت اللي هي قالت فيه ان هو كسر مناخيرها، تاني يوم شكلها زي الورد يعني ولا كأن جالها اي حاجة. وطبعا عرفنا الحاجة الاشهر، يعتبر من اشهر الحاجات، ان كان في مرة كانوا بيتعشوا مع بعض جوني داب وامبر هيرد، كان في عيد ميلاد حد، كان بيحتفلوا بعيد ميلاد حد مش فاكر ايه، هو قال لها بصي انا حاسس ان احنا علاقتنا توكسيك، حاسس ان احنا هنسيب بعض ومش عارف ايه. فالمهم ساب البيت ومشي، وتاني يوم الصبح رجع البيت لقى على سريره اغرب حاجة ممكن يخلي، يعني دي تثبت برضو ان العقلية مش سوية تماما خالص، يعني في البطاطس بتتسلق دلوقتي، يعني فضلاتها، يعني هي كانت يعني هي كبني ادم سوية قاعدة على السرير كده لمؤاخذة، وهو قال لها ايه ده؟ قالت له ده الكلب بتاعك، قال لها لا الكلب بتاعي ما مش كده. والله قال لها لا ما الكلب بتاعي صغنن ونون وكده، يعني مش كده. مش حاجة عبد الاسكندراني يعني. قامت قايله له عادي بقى ما انا اترفست منك، قال لها سيبك من النرفزه ياما، ايه ده؟ يعني حطي لي سم في الاكل مثلا، اضربيه. هي طلعت كانت بتديله، كانت بتناوله. شفنا برضو في التسريبات ان هي رمت عليه ازازه فودكا وقطعت صباعه وحوارات كتير جدا. لكن اللي لخص واللي جاب من الاخر في المحاكمه دي هم حاجتين، محاميه طبعا المحامي جامد جدا بتاع جوني ديب، بس المحاميه بقى كاميل فاسكيز ربنا ينور لك طريقك، قفشت البت امبر هيرد واحد لواحد كده. البت يا عيني خلاص هي عارفه، يعني خلاص انا بعد اللقطه دي والمواجهه ما بين المحاميه بتاعت جوني ديب وانا القضيه خلصانه بشكل، وعماله تبص بقى هي حتى تشوف الناس بقى رد فعلهم مصدقينها ولا لا، عشان الناس اللي هتحكم كل سؤال وسؤال. فاكرين لما قالت انا هتبرع بال7 مليون دولار للمؤسسات الخيريه عشان ما يفرقش معايا فلوس؟ قالت لها حضرتك انت القضيه كانت من زمان وكسبت ال7 مليون دولار، ما اتبرعتيش بيها ليه؟ قالت لها انا لا انا نيتي ان انا اتبرع. حضرتك اتبرعتي بالفلوس دي ولا لا؟ انا نيتي ان انا اتبرع. يعني حضرتك سؤال يا استاذه امبار امبار امار، اتبرعتي بالفلوس ولا لا؟ انا نيتي ان انا. فهي بنت برضو ايه عندها صبر، واخدتها واحده واحده بقى، وجابت لها بقى الصور اللي هي بتقول فديت كذا ان مناخيرك كذا، وجابت لها كل حاجه من الاخر. فكاميل فاسكيز دي المفروض جوني داب يعني اتجوزوا بقى، انا حاسس ان هم اتجوزوا الصراحه. لا كده كده يعني. وفعلا اللي يثبت لك ان هي محاميه جامده جدا ان امبر هيرد فعلا يا جماعه كانت قدامها منظرها وحش جدا الصراحه. وتاني حاجه من اكتر الحاجات اللي هتنهي القضيه لصالح جوني داب ومن وجهه نظري الشخصيه، هي لما امبر هيرد قالت او جابت سيره كيت ماس، لما جوني داب وقع كيت ماس على السلم. واحده هتقول لي يا ابو حميد مين كيت ماس دي ومين اللي زقها من على السلم وايه اللي يبسط جوني داب في الموضوع ده؟ هجيبها لك واحده واحده برضه. امبر هيرد كانت فاكره يا عيني ان هي ايه لما تجيب كيت ماس دي، كانت متجوزه جوني داب زمان فتره التسعينات سنه 94 لحد سنه 96 حاجه في الوقت ده، فكان ساعتها طلع اشاعات ان جوني داب زقها على السلم ووقعت واتاذت جدا منه، فهي
طلعت امبر هيرد يا عيني قامت قايله ايه؟ قالت ما انا برضو حسيت ان انا مش عايزه يبقى مصيري زي مصير كيت ماس. كيت ماس دي بالمناسبه واحده من اشهر المودلز اللي في بريطانيا. جوني داب شوفوا رد فعله ساعتها هو المحامي اول ما جابت السيره ده او جابت الاكزامبل ده. كانهم جابوا جون في كاس العالم في الدقيقه 92 اللي هو ده اللي احنا عايزينه. شكرا جدا. فطبعا طبعا قاموا طالبين ايه؟ شهاده الموديل كيت ماس اللي هي في صف جوني جدا لان هو ما عملهاش حاجه اساسا وطلعت قبل كده وقالت كده فهي غالبا امبر هيرد ما اخدتش بالها. وقد كان النهارده قبل ما اسجل الحلقه دي على طول كيت ماس طلعت وقالت الشهاده بتاعتها. قولي الحقيقه يا استاذه كيت، ها قولي لي، هل قبل كده تعرضتي لعنف من الفنان جوني ديب؟ لا. هل وانتوا قاعدين في جزيره جولدن اي اللي في جامايكا، اللي هي بالمناسبه جولدن اي دي بالمناسبه كده بتاع افلام بقى، يعني جولدن اي دي الفيلم بتاع جولدن اي، المؤلف إيان فلامينج كان بيكتب قصص جيمس بوند في الجزيره دي، فعشان كده واحد من افلامه اسمها جولدن اي، بس ما علينا ما علينا ما علينا. المهم قالت لها هل لما انتوا كنتوا في الجزيره دي وقعتي على السلم هل هو اللي زقك على السلم وتعرضتي للاذى بسببه؟ قالت لها لا خالص، ده انا وقعت وهو قام نجدني واخدني وحطني على السرير وجاب كل الاطباء وعمل اللازم من ناحيه الطب والكلام ده. ابو تراجع في الصفاقس دي خلاص اكيد، يعني خلاص خلصانه كده بالشياكه. ولسه القضيه مستمره بتوع افلام حتى يوم 27 مايو اللي جاي ده، يوم الجمعه القادم هيبقى اخر يوم للقضيه. هل يا ترى ممكن يقولوا بعديها الحكم ولا هنستنى لقد ايه؟ لسه والله ما اعرفش، الله اعلم. وبقول لكم ما اعرفش ممكن تطلع في نفس اليوم ولا لا، عشان لو تفتكروا في قضيه او جي سيمسون هي طلعت في نفس اليوم وكانت من اسرع الفيرتيكتس اللي حصلت قبل كده في تاريخ القواضي. لكن الملخص يا ابو حميد، توقعاتك من الاخر شايف ايه؟ الحوار والقضيه اللي حصلت دي كلها في اخر الشهر اللي فات ده، النتيجه جوني ديب كسبان 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 كسبان. حتى لو خسر الناس شافت والمنتجين شافوا وشافوا شعبيه جوني ديب رجعت ازاي بقوه وبكثره، وشفتوا استقبال الفانز ليه وهو خارج من المحكمه عامله ازاي، وشفتوا استقبال الجمهور لامبر هيرد برضه وهي خارجه ولا حد معبرها صحرا، وكل الناس بتسبورت جوني وكل الناس مع جوني وكل الناس حابين جوني. وجوني ديب انا بقول لك اهو بقلب قوي، ده توقعاتي كاحمد كمال والله اعلم، ان جوني ديب هيكسب القضية دي وانه هيرجع وبقوة. امبر هيرد هي الخاسر الاكبر، ولو خسرت القضية دي هتجيب 50 مليون دولار منين وهي النت وورث بتاعها اساسا 2 مليون دولار وال7 مليون دولار اللي اكيد صرفتيهم في الفترة اللي فاتت. بس ما علينا، اكيد مش 50 مليون دولار هي القضية. بس حاجة برضو لازم نقولها قدام ربنا، الواحد شاف صور لامبر هيرد في الاول ان هي اتضربت من جوني ديب، وفي اقاويل كثيرة بتقول ان هو كان ضربها، ما بقولكش ان هو ملاك بريء، الله اعلم، انا معرفش صراحة. بس هو لو فعلا لمسها او ضربها فهو يستاهل العقاب اللي حصل الفترة اللي فاتت دي. لكن هي كذبت وكذبت 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 وجيه على دماغها في الاخر، وشفنا الميمز اللي حصلت عليها في خلال الفترة اللي فاتت. لكن نتيجة هرجع اقول لك في الاخر جوني ديب هو الكاسب الاكبر، لدرجة ان منظمة ميشن الداعمة للنساء والاطفال تدعم جوني ديب على امبر هيرد في القضية دي. فطبعا جوني ديب ويلكم باك جوني ديب لعالم هوليوود، والواحد مبسوط جدا. واتمنى في نهايه الحلقه اسمع رايكم انتوا بتوع افلام بعد كل اللي حكيته لكم ده، بالنسبه لاول مره يسمع القضيه دي او اول مره يعرف تفاصيل القضيه دي من اللي انا قلتها لك في الحلقه. هل انت شايف ان جوني ديب مذنب ولا شايف ان امبر هيرد ممثله كبيره جدا وكل الكلام ده؟ انا معاك ان هي ممثله كبيره، ولا انت شايف برضو ان في جزء صغير برضو غلط على جوني ديب؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ولا ايه رايكم في الموضوع ده عموما، وايه رايكم في الحدث ده عموما؟ الواحد شايف حاجات غريبه جدا في القضيه دي الصراحه والمحاكمه. يعني شفنا امبارح مثلا الطبيب النفسي بتاع امبر هيرد ده طالع وهو عمال ياكل في بقه كده، ونظرة جوني ديب يا جماعة، جوني ديب كان جامد جدا في الترايل دي، لازم برضو نحط الحوار ده ونقوله. جوني ديب كان جامد جدا وكاريزماتيك، هو كاريزما بسم الله ما شاء الله خطيرة، تقيل كده، ونظراته كوميدية بطريقة غير طبيعية زي ما كان بيبص على الدكتور النفسي بتاع امبارح، هو خطير يا جماعة. وشفناه برضو هو لما كان بينف دي شفنا لقطات كتيرة جدا. وبس يا بتوع افلام، ده اللي انا هقوله لكم عن قضية العام، قضية جوني ديب وامبر هيرد، وايه رأيكم في الحوار ده كله، واجاباتكم على السؤال اللي انا قلته لكم في الحلقه سيبوه لي تحت وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام، اتمنى لو عجبتكم الحلقه دي تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل لو اول مره، وطبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، واحلى مسا عليكم.